طب احنا بنعد اطفالنا ازاي بقى؟ ايه النماذج اللي بنقدمها لهم؟ ايه الكلام اللي بيسمعوه مننا؟ ايه كميه الغل والحقد والشتيمه والتراشق وايه التفاخر وكل القيم الباليه الفانيه بنقدمها لهم للنهار من الصبح لبالليل. لذلك انا لما بقول ان اطفالنا عايزين مجهود قيمي اخلاقي، عشان انت بتبذل مهما تبذل من اصلاح التعليم والبنيه الاساسيه والمدارس والمعلم، لابد المشروع المنهجيه، انت عايز ايه القيم اللي يطلعوا عليها؟ ازاي يلاقوا نقط تحدي؟ ازاي هم يبقوا، ما تقولش ان دول اطفال، ما فيش طفل ما بيتعلمش ويردد وراك وانت مش واخد بالك. اللي الطفل هو مراه الاسره ومراه المجتمع، يلقط ويلتقط ويقول. ولذلك كل ده خطر في بالي انا بتفرج عليهم، ان لا لازم نقدمهم هنا، لاني انا وقفت قدام الموت بيفوت علينا. المشكله انك تتعظ في لحظه الموت، تخرج من المدافن تزعل شويه تتامل شويه وتفكر شويه وتقول والله ما مستاهله، والله ما استحقها، ما اروح اصالح اللي متضايق مني وبتاع، تاني يوم تكون الحياه جرفتك في مشوارها. لكن لازم كل واحد فينا يسال نفسه هذا السؤال، ايه الاثر الذي سوف اخلفه خلفي؟ اذا لم يكن اثرا طيبا فيبقى الحقيقه احضرنا الحياه. طب انا اربع خمس جمل بسرعه كده يا استاذ ابراهيم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. شايف الله دي معناها ايه؟ انا الانسان ظالم دون ان يشعر. هو يناجي ربه، أنا من الظالمين يا رب اغفر لي، يا رب لا تجعلني من الظالمين، يا رب ارشدني ألا أكون من هؤلاء. وبعدين إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، حكمة لازم تبقى قدامك. العفو عند المقدرة، هي دي القيم. لا كمان لازم تبقى أنت بينك وبين نفسك، أستاذ إبراهيم أنا يعني وأنا أول ما تعينت مدير نادي كان ابتدى الناس تقول لي كلام طيب قوي، فانا خفت لا اصدق فتفتن. فقدام الكابتن صالح مره واحد دخل قال له احنا بنشتغل عشان الراجل ده، ولولا الراجل ده ولولا الراجل ده، ده الراجل ده. قلت له من فضلك، عارف يا كابتن صالح انا بصلي اقول ايه؟ وهذا حقيقي الى يومنا هذا، اللهم قني شر نفسي. اللهم قني شر نفسي. النفس اماره بالسوء يا استاذ ابراهيم. انا بقول كده عشان كل واحد في موقعه لازم يتقي الله. اذا كنت قادر على اتخاذ القرار اوعى تظلم، اوعى تظلم الا الظلم، اوعى تكذب، الكذب ابو الشرور. انا مش بقول ان انا يعني بدعو او داعيه او ان انا، لكن هي لحظه لازم وقفتها مع نفسي بمناسبه حضره الموت، الحقيقه المؤكده اللي لا يختلف عليها كل الأديان وكل حتى اللادينيين، هم إذا الموت ميتين، خلقنا أمواتا نمشي على قدمين. فلازم نتقي الله ونشوف ربنا إذا كان حطنا في أماكن ويسر لنا من الصلاحيات إننا نصدر الأحكام، فلنتقي الله في هذه الأحكام.